هذه لها حقوق، ما ظنكم زاهبين لها يا ابو رمح؟ وش اللي محنا زاهبين له يا شيخ؟ اليوم انتم الضيوف، ماني بنضايقكم بالجدل. وانا مع هالراي يا ابو رمح. ما ودكم تمشون عقب هالقعده الطويله؟ حين جيناكم الشمس كانت بكبد السماء، للحين ما سمعنا رد. نسلومنا يا ابو رمح. ادري ان الضيف له 3 ايام وثلث، لكن انا هذه رفعتها لاني بديت الكلام. ما الكبار عندكم حشمه يا ابو رمح؟ الرجال قاعد يسولف وقاطعتك. انا كبير قومي يا ابو فلاح. انت ضيفنا، كبير ربعك عند ربعك، كبير هذا المجلس هو ابو سالم. اجلس اجلس يا طالوم، اجلس. انا ما حد يامر علي يا خالد. تامر عليك سلوم الجبال اللي ما وقفت عندها من جيت. اقعد يا شيخ، اقعد. ما عليك، تبي تعرف يا برمح ليه ما لنا رغبه بالكلام بالحلف؟ شوفاتنا تشرح عقولنا، لو قنعنا ان هذه السالفه هم من همومك. لكن ان جيت تفحص ديارنا الله محييك، الدار دارك، حالك حال اي ضيف. لكن لا تنسى كنا عند المباهين طلبة ارض. لا تطلع منك سور مهو بنا يا ابو رمح. الضيف اسير معزبه يا ابو سالم. علامكم يا الربع، علامكم، كلكم تولفتم على كلمة. انا اسولف مع ابو عربة سوالف الخوي للخوي، وسلوم اللي تسولفون عنها اعرفها، لكن بحب امشي على هوى نفوس الرجال. ولا تقدر تمشي نفوس الرجال على هوى نفسك يا ابو رمح. البيت بيتك الله محييك، ومثل ما يقولون كلام الليل ينام ويصحون رجال. انتم بيتكم يا ديمان، اصبحون على خير. تفضل يا عم. يا ويلكم مني. ليه يا بابا؟ وش سووا؟ تبي تطلع عن شعور يا ديمان؟ لا حاشا يا ابو رمح، بس انت بعد فكر بعقلك، وهو بقلبك اللي ما يشتهي احد. زمان ما كلمتني بهلسان. انك ما تحب تسمع الا صوت راسك. من لما جينا وانت مضايق الجماعه، انا طوعتك على رايك، خلنا عليه وبس. خير يا ديمان، خير وانا اخوك. كل هذا لاجل ما يشكون بنا ورا سالفتنا. حتى لو تلوموني الحشمة ترفع على مثل هذا. حتى خوية تضايق منه يا ابو حربة، ولا يهون ابو سالم. لا هنت. لا هنت. لو ما هو جبان ما تطول علينا ببيوتنا، يدري ان راح نصبر على ضيفنا. لا يا حميد، الرجل مو جبان. طالوم تعود على ربع بهلسان. هين يا حميد، كلها يومين يمشون. ويكفيك شر اللي بعدها. ترى انت طاول عليك احط العقل بصميل عجوز واقوم عليه. ضيوف يا حميد، ضيوف يا خميتة. الدخل والضيف بلوى. زين اللي منشيخ العرب يا حميد، كان ضيعتنا من زمان. ما أصلح يا عم، ما أصلح. بليتوني بلعبة. يا ريت لو أنا واحد من أطراف البيارق كنت رفعت بضيوفكم لو تذبحوني. أنا أشهد أنك شيخنا وواسط البيت، ذراع يقطع سيف
غير الدواف. ونشهد انه لو يقابلك عفريت تعقلب حد السيوف ارهافك. اجلس يا اخوي. الوعد اليوم يا زهار. اتفقنا ان السالفه اللي براسك تاجلها يا ذهيب. خلاص يا زهار خلاص، بس الوعد اللي قطعته لي يتم. يتم يا دهيم يتم. انا مذبوح من طالوم اكثر منك، بس ظنك وش راح يصير؟ مثل ما خطط طالوم، واحد راح يبلغ حرس المراعي ان طالوم وابو عربه راح يتسابقون، وراح يدفعهم الحماس يشوفون هالفحلين يتسابقون، وراح يروحون ويحضرونهم. اتفقنا ما تسوي شيء يا دهيم. دهيم خلاص يا زهار خلاص. ابو عربه دورتنا من ورا الرجال ولا قبله؟ من وراه يا ابو رمح، من وراه. شر يا ابو رمح، عسى خير. اسندني اسندني. هذا المداوي جاء، خلها اشوفك يا ابو رمح. السلام عليكم. وعليكم السلام. عسى ما شر. ما يحتاج شيء يا ابو عمرو. متوكد انك بخير؟ اي هي ما تشوف شر. سلامات سلامات. اي سلمك. فلاح شوف السالفة وبلغني ولا تروح معهم. تفضل أمك. خميثة. ما يا عبد الله. تعال يا سيار. ثلاثين فارس ساقوا حلالنا. أو ثلاثين فارس ساقوا قطيع من الحلال بالضحى. ما عليه. وراهم حميد. خميثة. خبرت الضيوف ما يعرضون الفزع على معازيبهم. هذه وراها عقل حكى حوك. فلاح لبه.
الله يلحق حميد خلوه يرد. اظن السالفه اكبر من هقاوينا. تم طلب ساعه ساعه. معقول لك يد بهالسالفه يا طالوم؟ اكيد طالوم ورا السالفه. الراي لا يحس انهم مخونينه حتى يصل احمد والفرسان. مشينا. الحين تكملون دربكم وانا اكمل دربي. انت اخذ رجالك وانا اخذ رجالي. ترى الديره ما فيها فرسان. اجيب ابو رمح والحقكم. توكلوا على الله. يلا يا رجال. شد حيلك خلينا نرد الحلال. ابشر. ابو عربه ليه ما نطلع كلنا نرد الحلال؟ انضيف يا ابو رمح ورجالنا ما يقصرون. جاك يوم القصاص وانتهى حكمك يا طالوم وانا ابو رزاح. اتخسى يا دهيم. تعوذ من الشيطان يا رجل. ماري شغل عندك يا شيخ خالد. ابي هذولا ونروح. أنت ما تعرف الأصول يا رجل. ليه مسيفي وسيفك يتحاكمن يا دهيم؟ إيش قلت يا شيخ؟ يا دهيم ما ودي أذكرك هذول ضيوفي. ضيوفك باقوك يا شيخ. كل اللي صار خطة طالوم. الله أكبر يا شين. خيانتك للرجال اللي اعطاك ظهره معناها تشاهد على الروح. اشهد انك قليل وفاء واشهد ان الموت دونهم. شاف إن شاء الله لا تجد نفسك لن يبرى جرحك. نم. يا لبيه يا عمه. ظل شيء من الحلال؟ ظل شوي. اذبح لسلامة ضيوف عمك أبو عربة. ابشري ابشري يا عم. حضر الحاكم الغدا الضيوف فورا. الماء وين الحلال يا غنيم؟ ما ظل غير هذا فرسان من الجهاد مجاو وخذ الحلال يا عمي. وين توجهوا ملعين الوالدين؟ توجهوا هالصوب هالوجهة يا عمي. توجهوا هالوجهة. زين الحين ربعنا يصلون خلهم يتبعوني. ابشر. لا تعلم عمك. ابشر. يلا يا عيال. بسك احمد اركب مع الحلال. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. صلتنا علومكم. كفو والله كفو. ما عليك اطمن الوالده وعاد. لا تبطي ان شاء الله. تفضل يا عبد الله. تفضل يا رجال. القوه القوه غريب. ابشر يا عمي خالد.
أنتم ودكم تذبحوني قهر. هالحين نرحل، هالحين نرحل. يا يبا حنا خايفين عليك، بس خايفين عليك. اللي جادلني ما هو لدي. اسمع مني يبا. ديمان عنده، عطنا العصا. يا عم يا خير، هذا مو هو طالو؟ ايه ايه هو. حصلنا طلب. وين تمشون يا رمح؟ حكم عليهم الرجال يا ابو عربة. رخصونا يا شيوخ، رخصونا. ما هو بدين. سلم عليكم. سلم عليكم. رمح خذوا بيت انصبوه وين ما تبون، ما راح تقدرون تتابعون سيركم. قول انك شريته من الرعيان، عارف ابوك ما يرضى. صار ما قصرت يا شيخ خالد. سلم عليكم. بمان الله يا ولدي. بمان الله. وصلناهم قاعد يقسمون انفسهم والحلال. يبون يتفرقون. يوم الله كتب لنا السلامه كانوا 100 خيال بس. كانوا معتمدين على الحيله، ما جابوا جيشهم كله. بس ضيف السعد شلون طلع جريح وهو بهالحال؟ طلعتهم الفشله وانا عمك. الله يكفينا الشر الحال. اللي يصير الموت اهون منه. امين امين امين. تفضلوا اجلسوا. تفضل الربع. حياكم. آه يا برو، وش ناوي؟ هناك، بس نصل هناك. راح يذبحك جرحك يوه. على هالمشي ما راح نصل اليومين يا برمح. المهم طلعنا من العرب. تدري يا ديمان؟ هذا الأرض كلها لي، كلها لي. أريد أشوف بها أحد، أبد ما أريد أشوف بها أحد. هناك هناك ابن البيت، هناك وخل وجهه للخلا. أريد أشوفهم.